وسهلا مستمعينا الكرام، من جديد نرجع منرحب فيكم جميعا. إذا كما ذكرنا اليوم بيصادف اليوم العالمي للشباب، وهذا العام يأتي تحت شعار مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة. هون بنقدر نعرف أكثر عن دور وزارة الشباب في تمكين الشباب في مختلف المجالات. لهيك بيسعدنا أنه نرحب بضيفي عبر الهاتف أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور. دكتور حسين مساء الخير. مساء الخير عليك نسرين، ومساء الخير على مستمعين الكرام، وإحنا سعيدين معكم. نقول للشباب باليوم العالمي للشباب كل عام وأنتم بخير، وخاصة أنه هذا اليوم نحتفل فيه على مستوى العالم بيوم الشباب العالمي. نعم دكتور، شكرا جزيلا. يعني اليوم عم نحكي عن شعار مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة، ماذا نفهم دكتور من هذا الشعار؟ يا ستي، أول شيء حقيقة إحنا بالأردن نحظى بقيادة هاشمية، وهذه القيادة اللي هي جلالة الملك عبد الله الثالث بن حسين المعظم، ودائما هناك مبادرات تدعم الشباب، ودائما خطابات العرش الثامن تدعو حقيقة إلى إنه اهتمام بالشباب. يعني معظم خطابات العرش الثامن في هناك ذكر للشباب ودعوة إلى إعطائهم الفرص، وأكبر دليل على ذلك التحديثات السياسية الأخيرة اللي أعطت مجال أكبر للشباب للمشاركة بالحياة السياسية من خلال الانضمام للأحزاب والمشاركة بالانتخابات النيابية. صحيح. أيضا كمان إحنا ما بنقدر ننسى الدور الكبير حقيقة كأسرة أردنية، الدور اللي يكون في سيدي صاحب السمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، دائما حقيقة هذا الشاب اللي دائما يدعو نحو الارتقاء بالشباب الأردني، ودائما يشجع الشباب ويحضر برامجهم وابتكاراتهم ويشجعها. وآخر إشي إنه كمان أطلق من خلال وزارة الشباب ومؤسسة ولي العهد جائزة الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي، اللي تعتبر دعم لكل الشباب ولكل المتطوعين في مختلف المجالات التطوعية. واليوم حقيقة احنا في وزارة الشباب، واحنا زي ما انت عارف المظلة الرسمية، وبعد ما اطلقنا الاستراتيجية الوطنية للشباب نحن نقود ورسم السياسات الخاصة بالشباب من خلال التركيز على الخطط والبرامج اللي تنفذها مديريات الشباب في مختلف المحافظات، بالإضافة لمراكزنا الشبابية اللي تتجاوز 197 مركز موزعة على مختلف الألوية وعلى الأقضية على مستوى المملكة الأردنية. حقيقة أيضا احنا في وزارة الشباب نسعى لتمكين الشباب، وذلك من خلال توفير البنى التحتية من مرافق شبابية ورياضية. زي ما انت عارف الآن عندنا 5 مدن رياضية، ونسعى انه من هون لنهاية العام تكون 8 مدن رياضية، بالإضافة إلى انه كثير من الملاعب الخماسي والمجمعات والمعسكرات وبيوت الشباب كلها هذه مساحات آمنة نتمنى انه شبابنا يستفيد منها. ممتاز. اليوم نرجع سؤالك الأهم، انه احنا اليوم يجوز مسارات الشباب الرقمية هو شعار هذا العام. نعم. وزي ما انت عارف الآن العالم متجه نحو الرقمنة، الآن كل شيء خاصة مع الذكاء الاصطناعي ومع ثورة التكنولوجيا الهائلة، الآن ندعو الشباب انه كله يكون هناك له دور بهذا الاشي. عشان هيك احنا اليوم في وزارة الشباب يعني احتفلنا باليوم العالمي من خلال إقامة فعالية بانه اظهرنا كثير من المبادرات اللي لها علاقة بالريادة والابتكار في مختلف المجالات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واليونسيب، وهاي نحكي عن أفكار شبابية هادفة وبرامج هادفة، وشاركونا أيضا شباب من مؤسسة ولي العهد. إحنا زي ما أنت عارفة التعليم والتكنولوجيا والريادة والتمكين الاقتصادي هاي من أهم الأشياء اللي يجب أن نركز ونركز فيها على شبابنا. تعرف الآن المشكلة الآنية اللي يعاني منها شبابنا مشكلة البطالة، فنحن بحاجة أن يكون في عنا أفكار خلاقة، عنا أفكار لها علاقة بالرقمنة بالذكاء الاصطناعي بالروبوت اللي كله يساعد في تطوير التكنولوجيا الخاصة بالصناعة بالزراعة. فهذه الثورة كلها بعتقد أن الشباب يجب أن يكونوا المحور الرئيسي في هذا العمل. يعطيكوا العافية والله دكتور حسين، يعني خطة كاملة متكاملة ما شاء الله عنكم. وإذا في أي رسالة أخيرة بتحب تقدمها عبر هوانا تفضل. طبعا يا ستي احنا دعوتنا انه حقيقة شبابنا انه يعني يستغل التكنولوجيا ويحاول يشارك، واحنا في وزارة الشباب اطلقنا حقيقة هناك عنا حواضن اعمال موجودة في كل المحافظات الاردنية، هاي الحواضن حتى تساعد الشباب في افكارهم الريادية والمشاريع اللي موجودة عندهم حتى نعزز دورهم. ايضا اطلقنا مشروع المبادرات الشبابية، اي ناس عنده مبادرات ممكن يراجع مراكزنا ومديرياتنا ويشترك معنا حتى نساعده ونقوم به، بالإضافة للمشاركة بالملتقيات الريادية المختلفة اللي إلها دور، غير عن دورنا في وزارة الشباب في احتضان الشباب من خلال المراكز والمرافق الرياضية الموجودة في مختلف أنحاء المملكة. دكتور حسين إذا بتسمح لي بس أستثمر وجودك معنا بالنهاية لتخبرنا أكثر عن جائزة الأمير حسين للعمل التطوعي وباب التسجيل.
ستي هذه الجائزة اللي أطلقها إحنا الآن موجودين بالدورة الثانية، وهذه الدورة الثانية يعني انطلق الرابط الخاص بالتسجيل من 1/6 ضمن مؤتمر تواصل اللي رعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد. أيضا اللي نأكد عليه أنه التسجيل مستمر حتى نهاية هذا الشهر. ندعو من خلال الإذاعة الأردنية كل المتطوعين بمختلف أعمارهم أن يشاركوا بهذه الجائزة حتى يتدربوا على المنهجية العلمية الخاصة بالتطوع. نحتاج أن يكون في عنا تطوع ممنهج. الأردنيين مشهورين بالفزعة والعونة، بدنا فزعة وعونة منظمة مرتبطة بمنهجية علمية تدعو للاستدامة والإدامة حتى يكون عملنا تطوعي مهم. نسعى حقيقة من هذه الجائزة وبتوجيه مباشر من سيدي صاحب السمو أنه نعمل أعمال تطوعية نتكامل فيها لا نتقاطع، أعمال فيها إدامة واستدامة تعود بالنفع على الجميع. ودعوة مرة ثانية من خلالكم أنه لكل الشباب المتطوعين بمختلف مستوياتهم أفراد أو فرق أو مؤسسات أنه يشاركوا ويكونوا جزء من هذه الجائزة اللي إجت تحفيز وتشجيع لكل المتطوعين من مختلف أنحائهم في للمشاركة في هذه الجائزة. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات. أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور كنت معنا على راديو هلا مباشرة. شكرا. شكرا.